السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فوائد الكثيره والمتعدده ديال هاد النبته اللي هي نبته الحريقه. كنعرفوا الحريقه، فيها الحريقه الملسة والحريقه الحرشه. انا هاد الحريقه لقيتها نايضه في المحروق بوحدها، ما سبحان الله هي راه كتنوض في هاد الوقت ديال الربيع بوحدها، دائما كتكون في العربيه، كتكون في الخلا. فانا من لقيتها هنايا عندي في المحبق، يعني قلت غادي نستغلها ونستافد من هاد المنافع اللي فيها. بحثت عليها بزاف وعرفت فيها انها منافع كثيره وطرق استعمال متعدده. غادي نشارك معكم بعض الطرق منها. فهي كتصلح لتساقط الشعر، وكتصلح ايضا حتى القشره اللي كتكون في الشعر، فهي كتحيدها. غتشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نستعملوها. وايضا وخصوصا الحريقه الحرشه، فهي كتصلح النباتات بزاف. بزاف ديال الناس كيسالوني في شي فيديوهات سابقه كيفاش نقضيو على الطفيليات اللي كتكون في النباتات والدوده الخضراء. فهاد الحريقه الحرشه، فهي كتعرفوا ان الحريقه كتبقى تحرق، فهي كتصلح بزاف لهاد الطفيليات. غادي تشوفوا معايا كيفاش نستعملوها، نديروها في واحد البخاخ ونبقاو نرشوا بها النباتات ديالنا. هنا انا خديت الحريقه، خديت منها الكميه اللي غادي نحتاج، والباقي يمكن لنا نجفوها، حيت كما كتعرفوا كتكون غير هذا الوقت نقدروا نجفوها كيف ما كنجفوا اللويزه ولا الزعتر ولا اي عشبه، ونحتفظوا بها العام كامل الا كنا بقينا باغينها ومحتاجينها. فهنا انا خديت الكميه اللي بغيت وغادي نمشي نغسلها. انا غادي نستعمل اكثريه غير الاوراق، ما غاديش ندير السيقان بزاف، وغادي نغسلها كيف ما قلت لكم، وغادي نقطعها. وهانتوما معايا، غادي نخليكم تسمعوا بعض الفوائد من الدكتور في الوقت اللي انا كنقطع فيها، وهانتوما غتشوفوا معايا كيفاش غادي نستعملها. يعني فيها شيء قليل من الهيستامين، ولذلك لما يحك الناس يعني هذا الجلد من ثلث ساعه يحك تظهر يعني بقع حمراء. هي عاليه، ليست خطيره، هي جيده علي. بعض الاستعمالات الامريكيه انهم يضعونها على الاماكن التي يحسون بالم، مثل المفاصل التي يحسون بالم، كانوا يلسعونها بهذا نبات القريش، يعني في الطب القديم، يعني هذا في الاستعمالات القديمه لهذه النباتات. لكن هي تدخل كمكون غذائي، هي تدخل مع هذا الخشاش، يعني اذا كان الناس يقدرون على استهلاكها فلما لا، وهي جيده يعني في الاستهلاك. ويمكن ان تخلط مع هذه الاشياء مثل الخبيزه او السكوم او اشياء هكذا لكي تستهلك. ما يعني هذه المكونات هي كما قلت لا توجد الا في هذه، يعني حمض الفورميك والسيليكون، كذلك يعني معادن اخرى كلها، يعني النحاس، من هذيك النحاس والايودين والمغنيسيوم مانغانيس والكالسيوم والحديد، ويعني هذا المغنيسيوم، هذه كلها يعني موجوده. البوتاسيوم يعني مرتفع، بوتاسيوم مرتفع في القراص اكثر من الخبيزه واكثر من السلق واكثر منهم جميعا. يعني هذه البوتاسيوم مرتفع في القراص، يعني هذه الاملاح توجد، لكن السيليكون قليل في الطبيعه، ويوجد في نبات القراص. ثم الاسيتيل كولين مع يعني الكويرسيتين ومع الهيستامين، هذه مكونات. لماذا؟ لان الهيستامين لما تجتمع مع هذه الاشياء فهي يصبح لها دور اخر، وليس دور الحساسيه، يصبح لها دور اخر في الجسم، لان هي من المحفزات علينا على اساس الهيستامين هي التي تجعل الجسم، ترغم الجسم على انتاج بعض المضادات الحيويه. ويعني هذه المكونات ان تجتمع الكويرسيتين مع الاسيتيل كولين وهذه، فهذا خلق الله، يعني لا يمكن ان يعني هذه اشياء يعني نحن نعلم الناس، هذا ما يعني وجدنا في المختبرات، ولكن لا يمكن ان نتدخل. هذه الاشياء خلقها الله هكذا، يعني لا يمكن ان نتدخل فيها ولا يمكن ان نغير يعني حتى هذا التركيز الكيماوي. فيعني وهذه هو يعني وحدانيه الله تتجلى في وحدانيه خلقه. يعني لا يمكن لشخص ان يفعل هذه الاشياء الا الله سبحانه وتعالى، ولكن انت تدخل في وحدانيه الله سبحانه وتعالى والاعتراف له بالوحدانيه. فيعني هذه المكونات اذا اضفنا اليها مكونات اخرى يعني كذلك غريبه جدا، هذه وهي السيتوستيرول، يعني هذه الفيتوستروجينات استيرولات كلها، يعني ان كاين السيتوستيرول وكاين الفلافانول. غريب يعني ان كيتجتمع السيتوستيرول مع الفلافانول ومع الاسيتيل كولين ومع الكويرسيتين والهيستامين في نبات واحد، هذا شيء عجيب جدا. الحريقه ايضا غنيه بفيتامين سي،
وانا اللي سمعت عليها انها حتى الحروق القديمه اللي كتكون الله يحفظ في شي واحد اللي كيكون تحرق قديم، سمعت بانها كتاخذوا بحال هكا هذه الحريقه ملي كتقطعوها بحال هكا كتحطوها على هذاك الموضع ديال اللي كانت موضع الحرق، وكتعاود تجمع هذيك يعني كيعاود اللحم كيرجع طبيعي كيف ما الاول. والله اعلم، كنتمنى تكون فعلا كيف ما هادشي اللي سمعت. المهم دابا غادي ندوزو للطرق الاستعمال. بالنسبه للاستعمال الاول، فاننا بعد ما قطعتها كيف ما شفتوا مازال انا غادي نعاود نقطع منها، حيت درت منها غير شويه، مازال غادي نزيد واحد الكميه اخرى نستعملوه، نديرو غير بحال هكا في نخويو عليها غير الماء يكون غليان، نديروها في شي كويس ونغطيوها ونخليوها حتى كتطلق. من بعد ما كنخليوها حتى كتطلق في هذا الماء، كنخويوها في الكاس بحال هكا وكنشربوها عادي، يعني ما فيهاش شي مذاق اللي خايب، يعني كتشرب فيها بزاف ديال الفوائد، فيها بزاف ديال المنافع. بالنسبه للرجال راها مزيانه ليهم البروستات، وبالنسبه للنساء فهي راه مزيانه للبرد اللي كيكون في الوالده. غتشوفوا معايا طريقه اخرى احسن. مهم كيف ما قلت لكم هنا نشربوه بحال هكا مزيان، وهذا المنقوع هذا هو اللي نستعمله على الفروه ديال الراس ديالنا، يعني حتى نغسلوا الشعر ويبقى الشعر نقي، ونديروه بحال شكل ديال نديرو فشي بخاخ ونبقاو نرشو على الفروه ديال الشعر، فهو كيمنع تساقط ديال الشعر وكيزيل حتى القشره من الشعر. وبهذه الطريقه نفسها كيف ما قلت لكم نديروا الحريقه اللي تكون حرشه ماشي هذه الملسه الاخرى، هي اللي كتطلق الطفيليات والدوده الخضراء. بالنسبه للطريقه الثانيه، فغادي ناخذ هذه الحريقه هذه كيف ما شفتوا بعد ما قطعتها بطبيعه الحال، غادي نوضعها في واحد القرعه اللي تكون معقمه، وغادي نستعمل غادي نصيب منها واحد الزيت اللي كيصلح للالام ديال المفاصل. نبقاو دائما ندهنوا به موضع الالم، وحتى بهذه الطريقه بلا زيت، يعني اللي فيه يعني البروده كيحط غير هاد الحريقه الحرشه كيبقى يحكها على ديك البلاصه اللي فيها الالم، واخا كتوردد واخا كتنفخ يعني ما فيهاش شي ضرر. ودابا غادي نجيب واحد الكاس ديال الزيت. الزيت هادي عندي قديمه، من الاحسن تكون قديمه، كنستعملها غير بحال هكا. الا بغيت نحضر بها شي زيت ديال شي حاجه كنمكن نستعملها. صافي وغادي نسدها ونبقى نحرك فيها بحال هكا شويه. غادي نجيب واحد الكسرونه، غادي نوضع ندير فيها الماء، وغادي نحط هاد القرعه فيها ونخليها تغلي تطبخ واحد ساعه. صافي من بعد غادي نبقى نحركو مره مره، نديرو في شي نحطو في شي من بعد ما تبرد من طبيعه الحال نحركوها شويه سخونه، غادي نوضعها في المهم في شي مكان، وغادي نبقى مره مره نحركها على الاقل واحد يومين، عاد من بعد غادي نبقى نستعملوه ندهنوا به الموضع ديال الالم. صافي دابا انا راه صباح عندي مصايب، دابا من بعد ما خليته حتى في حمام مريم، هو هذا دابا راه برد عاد حطيته في يدي. ودابا غادي ندوز معكم للطريقه الثالثه. هنا انا غادي نستعمل هاد الحريقه مع البلبوله. هنا عندي بلبوله درت معاها شويه ديال السانوج، شويه النافع، شويه حب رشاد، صافي ومليحه، وغادي نخليها تبقى طيب حتى غادي تطيب. كنعرفوا البلبوله كتشد شويه الطياب وخصوصا الا كانت الغليظه. المهم الا بغيتوا تطيبوا البلبوله وتجيكم زوينه يعني رطبوها قبل، خليوها واحد 4 سوايع ولا 6 وهي مرطبه في الماء باش كطيب لكم مزيان. انا هنا خليتها حتى طابت، دابا غادي نقص واحد الكميه اللي غادي ندفع عليها هاد الحريقه، ما غاديش نديرها في كل شيء، خفت لها الدراري ما يبغيوهاش. المهم كما شفتوها راه ثقيله شويه، مازال غادي نزيد فيها شويه ديال الماء. كيف ما بغيتوش ديروها مع البلبوله، ديروها مع شي سوب
وكيف ما يمكن لكم تستعملوها مع الخبيزة ولا مع السلق، قطعوهم واستعملوها، قطعوها واستعملوها عادي معهم، حتى هي راها كتجي زوينة في مع هادو. انا ما عنديش الخبيزة، هي كتعجبني ولكن ما عنديش، فدرتها مع البلبولة، حتى البلبولة كتجي معها زوينة، مع الحسوة كتجي معها زوينة ومفيدة كيف ما قلت لكم. النساء للرحم راه زوينه. دابا غادي نزيد عليها زيت الزيتون، ما كنش درته في الاول، ضروري من الزيت. وغادي نزيد عليها هاد الحريقه اللي مقطعه، وغادي نردها شويه فوق البوطه، غادي نخليها حتى تغلي مزيان وتطلق لي داك المنفعه ديالها. صافي، ونقدموها بالصحه وبالشفاء ان شاء الله. نديرو شويه ديال الكمون، كيعجبني الكمون مع البلبوله. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتكونوا استفدتوا منه. وهذو هما الوصفات والاقتراحات اللي قدرت نشارك معكم اليوم. هنا من بعد ما رجعتها فوق البوطه وخليتها حتى طابت شويه، شوفوا كيفاش حتى اللون كيتغير ديال هاد الحسوه ولا هاد البلبوله، كيفاش كيولي كتبان لك، كيبان لكم انها طلقات اللون ديالها والفوائد ديالها. صافي، دابا هي جاهزه، نحطوها في الشيزليفه وبالصحه والراحه. ولي عجبكم الفيديو كما العاده ما تبخلوش علينا بلايك وبارطاج والاشتراك في القناه الا كنتم مشتركينش، مرحبا بكم وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.